always remember that we need to answer to this energy crisis with current, I would say, solutions. من الجيد أن يعلم الجميع أن معالجة أزمة التغيرات المناخية يجب أن تكون بمبادرات عملية وليس بالحديث. وقت الحديث قد انتهى، وكما قال الجميع في شرم لقد حان وقت التنفيذ. نحن نواجه أزمة حقيقية والعالم يعاني. أسبانيا على سبيل المثال ستتحول إلى صحراء بالكامل لو استمر التدهور بهذا الشكل. على المستوى الوطني في أسبانيا نقوم بدورنا من خلال تعظيم الاستثمار في الطاقة النظيفة. ندرس كل إمكانيات تخفيض الانبعاثات وتخزين الطاقة النظيفة. لقد قلت للزعماء في القمة بمنتهى الوضوح، يقع الآن على عاتقنا إنقاذ الأرض. أقر بأن الثورة الصناعية كلفت القارة الأفريقية خسائر كبيرة وأن جميع المكاسب كانت للغرب. لذلك أقر وأعترف أنني أدعم مبدأ الخسائر والتعويضات الذي تم الحديث عنه في شرم الشيخ رسميا وللمرة الأولى. أؤكد لك من خلال هذه الكلمات التزام أسبانيا الكامل تجاه الدول الإفريقية والاستعداد للتعاون مع الجميع في عمليات التعويض.